كم خوتي خواتاتي بخير، كلشي مزيان، امور بخير. سمحوا لنا على هاد الروطار بزاف، كنت نطلب حتى الفيديوهات داكشي مع الوقت صافي. اليوم ان شاء الله الموضوع ديالنا غادي يكون على هاد الروتر هذا ديال الخارج، كيدخلوا من برا. انا شي في المغرب قلال اللي كيخدم، كيمتاز بجوج امتيازات. اول حاجه انه فيه البوان داكسي، يعني ممكن يخدم البوان داكسي، وفيه لاديسيل كيخدم لاديسيل، كيخدم حتى الفابر، يعني ممكن يستعمل انه الفابر. هنا كيمتاز بهاد هاد الوان اللي فيه، كما كتلاحظوا معايا هادي بلاصه ديال الريزيت الباور، هنايا فين كتركب الشاحن ديالو، هنا فين كنطفي وخلاص نشعلو داكشي. هادو هنا هاد لي بورت ثلاثة اللي كناخد منهم الكونيكسيون، سواء كان البي سي او مثل البلاي ولا التلفازة ولا شي حاجة. مثلا تيبقى خلاص هاد الجوج هادو كيبقاو الفون 1 فون 2، يعني الهاتف كما كتلاحظوا معايا ها هو كيداير. هادي الديكور ديالو كيداير، الواجهة الأمامية ديالو هي هادي كما قلت لكم، هو فودافون. هنايا العلامات كاين الباور انترنت والواي فاي والفون 1 والموبيل. كما كتشوفوا هو تيمتاز قوي، فيه دو بوند، كيمتاز بدو بوند 2.4 و 5 جي كما كتشوفوا معنا. ان شاء الله اليوم نحاولوا نخدموا فيه على جوج فيديوهات. الفيديو الاول ان شاء الله غادي يكون كيفاش ممكن نستعملوا بوان داكسي باستعمال هاد الباب هاد ديال الوان، والفيديو الثاني ان شاء الله غادي يكون كيفاش ان نستعملوه روتور بلا دي اس ال. يلا ان شاء الله خليكم مع الشرح.